خلخلش. خدمات بقى. عليكم السلام. السلام الخوت، انا الاسم ديالي حسن امزكار، كنسكن في مدينة وجدة، العمر ديالي 28 سنة. انا مريض بواحد المرض نتاع التصلب اللويحي، وكان نوجه هاد الرسالة للمحسنين الله يجازيكم بخير، الا بغيتو تعاونوا معايا باش نشري واحد الدواء، حساب طلبوه لي غالي 1.5 مليون، وانا الحالة ضعيفة لا اله الا الله. انا اللي كنت خدام على دارنا مدة 12 عام ولا، ولكن من جاني هذا المرض لا اله الا الله تقريبا شي 3 سنين وانا ما خدامش، راه كانوا كيعاونوني المحسنين، ودابا يعني راه سالا لي الدواء وما لقيتش باش غادي نشري الكنين. يعني راه جمعوا لي شي محسنين، كان واحد المره شي محسنين صيفطوا لي في اوروبا واحد 3 القوابس وتسالاو لي، ودابا من رجعت للطبيب قالوا لي خصك ضروري تشري واحد تشري الكنينه الا قطعتها، حيت هذا الدواء خصك مدى الحياه، حسب عندك التهاب في العمود الفقري والتهاب في الراس، والا ما شربت هذاك الدواء راك غادي تقعد ما تبقاش تزيد توقف لا ولا تمشى. هو كنتمنى كنوجه هذا النداء للمحسنين اللي كيشوفوا فيا الله يجازيكم بخير، الا بغيتو تعاونوا معايا اجركم لله في سبيل الله، راه الحاله ضعيفه راه لا اله الا الله، ربي كيشوف كل شيء سبحانه وتعالى. انا كنصبت انهم يتعاونوا معايا باش نشري واحد الكنينه هنايا في وجده باش ندفع على سينيسيس باش بقاو يرجعوا لي باش بقى نشري كل شهر، حيت هذاك الدواء ديال فرنسا في اوروبا راه ما كيرجعولكش، فهمتي؟ حتى هذوك الناس الله يحسن عوانهم يعني هما قالوا شراو لي هذوك 3 القوابس، قالوا لي المهم المره الجايه دبر على راسك شوف كي دير. عييت في الجمعيات، يعني حتى جمعيه ما تعاونوا معايا لا اله الا الله، راه ما لقيتش ما نقول، راه ربي شاهد عليا. انا المشكل يعني تقريبا مشكل هذه 3 سنين ما كنتش عارف انا المرض ديالي، يعني بدات الحوايج زايد وكيتزاد عليا، بديت كنحس برجلي بدات كتقال عليا يعني صافي، وبديت شي بعض المرات ولا عندي تشتت في الشوف، يعني ولا عندي رجليا كيتقالوا عليا وكيتنملوا صافي، بديت يعني شويه بشويه بديت صافي ما بقيتش كنقدر نوقف كاع. موراها يعني تقريبا يعني شافوني شي ناس قال لي يقدر يكون عندك سياتيك، يعني داوني عند واحد السيد الله يجازيه بخير كيدير تقويم العمود الفقري، يعني عيا ما يطردق يعني فيا في الظهر والرجلين، بصح شت ما كان بو نتيجة، شافوا شي ناس شي محسنين الله يجازيهم بخير قالوا لي هاد الشيء هذا باللي ما تغيرتش باقي انت الطاكسي انا كانت كتجيني حتى للدار ما كنقدرش كاع نركب فيها، كانوا كيجمعوا لي الناس باش نمشي في الطاكسي ما لقيتش حتى باش نمشي في الطاكسي، يعني الا ما هودني شي واحد في الطاكسي راه ما نقدرش نطلع فيها. مورا يعني شافني واحد السيد قال لي شوف انا اشنو غادي ندير لك، غادي نشوف لك شي دراري يجمعوا لك فضل الله عز وجل باش دير لي ريم على الظهر ونشوفوا المشكل اللي عندك. المهم جمعوا لي هذوك الناس الله يكثر خيرهم فضل الله عز وجل باش درت لي ريم في الظهر، لقاو عندي بانه عندي النخاع الشوكي ماشي سياتيك، قال لي ما خصكش دير هذاك التقويم العمود الفقري. موراها يعني مشيت للسبيطار قالوا لي خصك عاود ترجع دير لي ريم على الراس باش نشوفوا المشكل فين عندك، قلت لهم راه ما عنديش انا باش ندير لي ريم، راه يجمعوا لي المحسنين باش درت لي ريم على الدار، قالوا لي لابد. المهم شافني واحد الطبيب شاف الحاله ديالي، المهم قال لي انا غادي نستاشر مع البروفيسور ونشوفه غدا في الصباح، الى رد علينا قال له لي جي نعس مرحبا، ما قالوش خصك دير لي ريم على برا. انا صليت الفجر دعيت الله عز وجل ربي استجب لي سبحانه وتعالى. المهم صوناو لي في الصباح دخلت تما، المهم تقريبا شي 3 ايام باش داروا لي ريم على الراس، اكتشفوا بالله لقاو عندي حتى شويه الالتهاب في الراس ولقاو عندي في الدار، قالوا لي خصك ضروري تنعس، نعس تقريبا شي مده 9 ايام في السبيطار. المهم داو كيديروا لي واحد القراعي، يعني كيديروا لي السيروم باش ينقاس لي شويه هذاك الالتهاب، حيتاش دخلت عندهم واحد الحاله راه يا ربي اللي كان عان بيا ما نقدر لا نوقف لا والو، رجليا تقال عليا وكنفقد التوازن كيدوني بالكروسه. يعني المهم تقريبا ومشاو داروا لي واحد التحاليل قلعوا لي الماء بالدار،
يعني راه مشاو تقريبا قالوا لي 3500 درهم باش غادي يمشيو هذوك التحاليل. قلت لهم ودي انا راه ما عنديش، راه عندي الله سبحانه وتعالى. سمعني واحد السيد كان ناعس حدايا هو والعائله ديالو، مسكين الله يجازيه بخير في هذا المنبر هذا، مسكين تعاون معايا، تعاون معايا مسكين يعني باش خرج هذوك التحاليل باش خرجوا لي. ومين جاوا هذوك التحاليل اكتشفوا بلي راه عندي هذا المرض تاع التصلب اللويحي، قالوا لي راه الكنينه خصك ضروري ما تقطعهاش، حيت وما وراه لحد الان راه ما لقاوش العلاج ديالو. يعني باش انك تاخذ هذه الكنينه يعني يتبعد لك الهزامات باش ما يتزادش عليك الحال، حيت شي الا سمحت ما بقيتش تشرب الكنينه غادي تولي مقعد، يولي لك يعني رجليك غادي يتقالوا عليك، ما تبقاش تقدر توقف. هذا هو المشكل. ودابا ملي رجعت البارح للسبيطار سولتني الدكتوره قالت لي واش باقي كتشرب الكنينه، قلت لها دكتوره انا راه كنصيفطوا لي شي محسن الله يجازيهم بخير فضل الله عز وجل واحد ثلاثه القوابس تسالاولي، قلت لي ضروري لا بد خصك تشوف. قلت لي المهم شوف تبقى تطلب في الجامع ولا تطلب منا ولا الجمعيات، المهم ما تخليش راسك هكا حيت غادي تزاد عليك الحال. قلت لها راه عندنا الله سبحانه وتعالى هذا الشيء اللي كاين، راه لا اله الا الله وصافي، راه ربي كيشوف كل شيء. قلت لي المهم شوف كي دير. المهم انا كنوجه هذا النداء للمحسنين اللي كيشوفوا فيا الله يجازيكم بخير، اللي بغى يتعاون معايا راه اجركم لله في سبيل الله، تعاونوا معايا باش نشري بعدا واحد الكنينه يعني هنا في المغرب، حيتاش غادي تبقى تدفع في لاسينيسيس تبقاو يرجعوا لك، يعني باش تفاهم مع شي فارماسي تبقى تدي عليه كل شهر. اما يعني الا بقاو يصيفطوا لك من الخارج يعني ما هما الله يحسن العوان لكل واحد، يعني تما ما كيرجعولكش الكنينه ديال برا، ماشي بحال هنايا في المغرب خصك ضروري تشري الدواء ديال المغرب باش غادي يرجعولك. لا اله الا الله وصافي. 28 سنه انا كنت خدام عند الناس، كنت كنخدم في المحلات ديال الكسوه، يعني راك عارف المحلات ديال الناس راه ماشي الخدمه ديالك اصليه، ولا يعني ديما رجل دير رجل هنا ورجل رجل داخل ورجل على برا. المهم دور الحركه، انا هو اللي كنت خدام على دارنا ولكن دابا لا اله الا الله اللي جات من عند سيدي ربي مرحبا بها. دابا اي واحد خويا الصغير مسكين هو اللي كيدبر منا ومنا مسكين باش يعاوننا شويه وصافي الله يحسن العون. اشي بعد المرات هذه باش كنبغي نمشي للسبيطار ما كنلقى حتى باش نمشي في الطاكسي، والله الا حتى صحابي حشمت بيهم مساكين كيشوفوا كانوا يعاونوني شويه منا، دابا يعني ما قدرتش نزيد نقولها لهم راه لا اله الا الله. انا راه ملي كنت نخدم راه عمرو طلبت شي واحد ولا، ولكن مين غادي تجيك راه الحمد لله على كل حال لا اله الا الله. ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى اللي جات من عند سيدي ربي مرحبا بها.